صباح الخير، نحن أحياء وبدأنا يوم جديد. حبيت شارك معكم نشاطي بهاليوم وأحكي لكم قصتي البسيطة وأملي الكبيرة. أنا عطا يونس. بسنة 2020 نزحنا وانبترت رجلي بعد معاناة مع المرض. كلها ظروف ما خلتني استسلم لكمي الحلم قديم ما نسيته رغم كل شيء مريت فيه. الحلم قريب وقريب كتير بعد ما بدأت دراستي الثانوية بمسارات لحقق حلم أهلي بدراسة الكمبيوتر اللي كتير بحبها. ما في شيء مستحيل، والظروف القاسية هي وسيلة لنحقق الأحلام والآمال لأصحاب الإرادة، وأنا صاحب إرادة. بدي لكم شكرا من القلب. رح يجي يوم شارك معكم نجاحي الكبير. سلامة.